في هذا الفيديو الثالث من مادة سوسيولوجيا المؤسسات الاجتماعية سنتطرق لنموذج من المؤسسات الاجتماعية المعروفة والتي عادة ما تؤخذ كنموذج ومثال لفهم ولدراسة ولاستيعاب معنى المؤسسة الاجتماعية في إطار السوسيولوجي. وهذه المؤسسة هي الأسرة، الأسرة أو العائلة، وقد تسمى الخيمة في بعض البوادي المغربية، كناية عن تلك المؤسسة الاجتماعية المكونة من رجل وأنثى وأبنائه. وهذه المؤسسة التي هي الأسرة قيمت حولها دراسات كثيرة وكانت نموذجا للأبحاث في هذا المجال. إذن منذ الدراسات الأولى في مجال علم الاجتماع وفي مجال الأنثروبولوجيا تم التركيز على هذه المؤسسة، فسميت بمؤسسة المؤسسات لأن الأسرة هي أول مؤسسة يولد فيها الإنسان، وهي أول مؤسسة يلتقي فيها الإنسان لما يولد بالعالم. إذن من هنا كانت دائما موضوعا للدراسات والأبحاث، والدارسين في السوسيولوجيا يعتمدون على مصادر، على مصادر معينة لجمع البيانات حول هذه المؤسسة. من هذه المصادر الوثائق، منها المخطوطات المكتوبة باليد، منها مشجرات الأنساب بمعنى شجرة النسب، أنساب العائلات والمجموعات، منها الوثائق المتعلقة بالملكية العقارية، منها الوثائق الإدارية والتقارير فيما يتعلق بإحصاء السكان والحالة الديموغرافية وقضية استهلاك الأسر، وأيضا تاريخ المؤسسات الاجتماعية التي منها الأسرة، وبالتالي وكذلك المونوغرافيات، المونوغرافي أي تلك الدراسات الوصفية الدقيقة التي تناولت مؤسسات الأسرة. والأسرة أيضا ظاهرة اجتماعية، مؤسسة اجتماعية اعتنت بها، لم يعتني بها فقط الدارسون والعلماء، وإنما اعتنت بها الدولة واعتنت بها الهيئات السياسية واعتنت بها الهيئات النقابية واعتنت بها المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات التجارية، المؤسسات الاستراتيجية ومراكز البحث. ومن هنا ظهر هناك اتجاهان، مسلكان لدراسة الأسرة. هناك المسلك الذي ذهب، الاتجاه الذي ذهب إلى نشأة الأسرة، ما هو أصل الأسرة، ومن هذا الأعمال الرائدة مثلا كتاب إنجلز حول أصل الملكية الخاصة والدولة والعائلة، ما هو أصل الأسرة، لماذا وجدت الأسرة، ثم دراسة نشوء الأسرة وكيف تكونت وكيف تشكلت وذلك عبر المراحل التاريخية. إذن الاتجاه الذي يبحث في أصلها، ما هو أصلها، وهناك الاتجاه الذي يبحث تطور الأسرة وتطور أنساق الأسرة في علاقات بما هو الرابط بين أفراد الأسرة وهو الرابط بين الأسر داخل مجتمع ما، بمعنى دراسة الرابط، وهو إما رابط دموي، العلاقة الدموية، الأخ والأخت والزوج والزوجة والأبناء، هذه روابط تسمى القرابة الدموية، رابطة القرابة. وهناك رابطة أخرى هي رابطة الزبونية، هناك أشخاص ينضمون إلى الأسرة ولكنهم لا يرتبطون بها عن طريق الدم
ولكن عن طريق التحالف، عن طريق المصاهرات، عن طريق الجوار، عن طريق رابطة الرضاع. امرأة مثلا معينة ترضع ابن امرأة أخرى، فتصبح بينهما علاقة قرابة التي تخلق بينهم نوعا من الأخوة، وتحرم الزواج هذه من ذلك، وتبيح وتتيح وتجعل هذه العلاقة حلالا وهذه العلاقة حراما. هناك أيضا الأسرة بما أنها مؤسسة اجتماعية من أول المؤسسات الاجتماعية في المجتمع، وهي مؤسسة اجتماعية لأنها سابقة على الفرد. إذن الفرد الإنسان يولد طفلا صغيرا في المهد داخل أسرة، إذن يجد المؤسسة الاجتماعية التي هي الأسرة موجودة قبله، وبالتالي هي الأسرة هي التي تمنحه الصفة الاجتماعي. الأسرة هي التي تطلق الاسم على الابن أو البنت، وهي التي تقوم بعملية الختان للابن الذكر، وهي التي تزوجه لاحقا، وهي التي تخلق له المسكن. إذن الأسرة هي التي تنقل تراث الآباء والأجداد إلى الجيل الجديد. هذه من مهام الأسرة ومن أدوار الأسرة، إلى درجة أن السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو يقول أن الأسرة من المؤسسات التي تعمل على إعادة إنتاج النظام الاجتماعي، بما أنها هي التي تمنح التربية وتؤطر الأجيال عن طريق عملية أساسية، وهي لا سوسياليزاسيون، التنشئة الاجتماعي، أي أنها تقوم بميكانيزم وبدور في نقل القيم والعادات وصفات الأسرة وتراثها وتقاليدها إلى الجيل الجديد. وبالتالي الأسرة تتيح نقل جيل الآباء إلى الجيل الجديد، وهذا عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية وعملية التعلم. إذن هي التي تعطي صفة الاجتماعي للأجيال الجديدة، وهي التي تبني الموند سوسيال، العالم الاجتماعي للجيل الجديد. الإنسان يولد كالصفحة البيضاء لا يعرف شيئا، عبارة عن قطعة من اللحم، يولد داخل أسرة. فالأسرة كما في الديانة الإسلامية يولد الإنسان كالصفحة البيضاء، يولد على الفطرة، وبالتالي أبواه يهودانه أو يمسحانه، هم الآباء هم الذين يعطينه الصفة الإنسانية. إذن الإنسان ينتقل من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة. إذن الآباء هم الوسط الأول الذي يمنح للإنسان صفة الاجتماعية والصفة الثقافية، وتنقل إليه يعني مختلف العادات والتقاليد. ولذلك الأسرة مثلا في المجتمعات الإسلامية، الأسرة طلعت بدور كبير في الديانة الإسلامية. لما نعود للإسلام نجد أن معنى الأسرة ليس هو المقاولة، وليس هو رجل وجد امرأة وتفاهما أو تزوج بها أو زوجت به وداها وداته، لا. الأسرة في المجتمع في الديانة الإسلامية، لما نعود مثلا لنص القرآن نجد أنه وخلق منكم زوجين اثنين وجعلها سكنا. الأسرة في الديانة الإسلامية هي سكن، وهي آية، هي مكان وجماعة يأوي إليها الإنسان وتمنحه العاطفة وتمنحه الانتماء وتمنحه الاسم وتمنحه الأصل. وبالتالي كان الفرد دائما في المجتمعات الإسلامية والعربية وفي المجتمعات التقليدية أصلا بشكل عام لا قيمة له كفرد، كوم انديفيدي، لا قيمة له إلا داخل العلاقات الاجتماعية. وبالتالي هذه العلاقات الاجتماعية التي تنسجها الأسرة هي التي تحتضن الإنسان وتجعله يعني فاعلا. إذن الأسرة سميت كما قلت في البداية بمؤسسة المؤسسات، أي هي التي تمنح الهوية وتمنح الانتماء وتمنح الصفة الإنسانية
الإنسان. ولذلك الدارسين السوسيولوجيين جعلوها من أهم المؤسسات الاجتماعية التي دراستها هامة بالنسبة للسوسيولوجي ليفهم خصائص ما يسمى بالمؤسسة الاجتماعية. فإذا قلنا في درس سابق أن المؤسسة الاجتماعية تتميز بطابع الإكراه، بمعنى أنها تفرض قيم معينة وقوانين معينة وقواعد معينة على أعضائها، أعضاء هذه الأسرة، فالأسرة تمارس نوعا من الإكراه، يسمى الإكراه المؤسساتي عند دوركايم. وهذا الإكراه يعني هو عبارة عن سلطة، سلطة وقوة، فالأسرة لها سلطة ولها قوة. فنتحدث مثلا في السوسيولوجيا وفي علم النفس عن السلطة الوالدية، أي كيف أن الوالدين الأب والأم لهم سلطة على الأبناء، وخاصة في السنين الأولى، في السنوات الأولى من ولادة الإنسان ومن تربيته تكون هناك سلطة مطلقة للوالدين على الأبناء، فهما اللذان يمنحا الطفل أو الطفلة الهوية، وهما اللذان يهذبان سلوك هؤلاء الأطفال ويعلمان الطفل أو الطفلة كيفية الجلوس، كيفية تناول الطعام والشراب، كيفية المشي، كيفية ارتداء اللباس. وبالتالي يصبح الأبوين هم قدوة، الطفل يبدأ يتقمص شخصية الأبوين. وهذه الأسرة الطفل فيها في إطار هذه التنشئة الاجتماعية والتربية يحصل هناك نوع من التمييز بين الذكور والإناث، تمييز على أساس الجنس، النوع، ذكر أنثى، أو تمييز على أساس السن، بمعنى مكانة المسن أقوى وأكثر تأثيرا ولها السلطة في مقابل مكانة الشاب. ولهذا تدرس الأسرة كمؤسسة اجتماعية، لأنها من خلالها يمكن أن نفهم طبيعة المجتمع الذي توجد فيها الأسرة. لأن هنا يجب أن نلاحظ أن الأسرة في العالم، لما نقول لا فامي العائلة أو الأسرة، فالأسرة في المغرب ليست هي الأسرة في بنغلاديش، وليست هي الأسرة في كوت ديفوار في ساحل لاج، وليست هي الأسرة في الدول الإسكندنافية. الأسرة هي مؤسسة اجتماعية توجد في جميع المجتمعات الإنسانية. لذلك دوركايم يقول يعني استعمل عبارة مارسيل موس لفينومين سوسيال توتال، الظاهرة الاجتماعية الكلية. وما معنى الظاهرة الاجتماعية الكلية؟ أي الظاهرة الاجتماعية التي توجد في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن وتوجد في جميع المجتمعات. ولكن هذا لا يعني أنها فوتوكوبي صورة لنفس الشيء، لا يعني أن الأسرة في المغرب هي بالضرورة 100% هي الأسرة في تركيا أو هي الأسرة في جنوب إفريقيا. الأسرة كذلك تتأثر بنمط العيش السائد في المجتمع، تتأثر بنمط الغذاء والطعام واللباس السائد في المجتمع، تتأثر بنمط النظام السياسي، لأن الدولة تتدخل في الأسرة وفي تنظيم الأسرة، خاصة الدولة المعاصرة، الدولة الحديثة تتدخل عن طريق القوانين والنظم الاجتماعية والسياسات الاجتماعية والسياسات الأسرية. ونلاحظ في المغرب أن الدولة اهتمت كثيرا بهذا الموضوع، الأسرة والعائلة والعلاقات العائلية، وهناك تعرفون مدونة الأسرة التي تنظم حياة العائلة في الزواج والطلاق والنفقة ومآل الأطفال والتربية وحقوق كل من أطراف المكونة للأسرة، لأن الدولة عن طريق الأسرة تراقب كذلك المجتمع. لأن هذه الأسرة يعني إذا تحكمنا فيها سنتحكم في المجتمع وسنتحكم ونستطيع توجيه الأجيال. ثم هذه الأسرة تهتم بها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، المقاولات والأبناك وشركات التأمين إلى غير ذلك، لأن أيضا الأسرة من جهة أخرى هي وحدة إنتاج وهي وحدة استهلاك،
كذلك تمكن يعني هي يمكن أن نقيس منها درجة استهلاك من المجتمع وطبيعة الاستهلاك، سواء على مستوى السكن أو على مستوى اللباس أو الغذاء أو مختلف أنواع التسوق أو اتجاهات الاستهلاك. كما يمكن أن ندرس منها نفسيا في مجال علم النفس يعني تأثير الأسرة على الفرد وتأثر الفرد بالأسرة والاتجاهات السيكولوجية عند الشباب داخل الأسرة. من هنا الأسرة هي مؤسسة اجتماعية مركزية في المجتمعات البشرية، وكانت موضوعا أساسيا لعلماء الاجتماع، بل ظهر تخصص في مجال دراسات الأسرة ودراسات العائلة في السوسيولوجيا منذ عقود، وهو ما سنتطرق له في الحصة القادمة، نظرا لأهمية مؤسسة الأسرة في فهم سوسيولوجيا المؤسسات الاجتماعية التي هي موضوع هذا الدرس الثالث، إلى حلقة أخرى في الدرس الرابع. وشكرا.